تشتغل تونس على رصيد من العلاقات الاقتصادية المتنامية مع اليابان، خاصة في مجالات التجديد والعلوم والتكنولوجيا للمرور، إلى مشاركة فاعلة في المعرض الكوني بأوساكا باليابان انطلاقا من 13 من أفريل من سنة 25 و2000 ولمدة 6 أشهر، وذلك ضمن فضاء خاص بها تحت شعار إنقاذ حياة. تتولى لجنة وطنية للقيادة ضبط جميع مراحله وأحكام الأعداد له. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين قال خلال يوم إعلامي أن تونس ستشارك بمجموعة من الأنشطة ضمن عدة مجالات، منها الطبية والصيدلية والتغذية، فضلا عن السياحة والتراث والصناعات التقليدية، وهذا ضمن مشروع متكامل. ثم العديد من المكونات اللي قاعدين نحضروا فيها، المشاركة في الشركات الناشئة الستارت اب، عندنا العديد من المشاريع المتطورة في الباب هذا، ثم كذلك شركات تكنولوجية، ثم مؤسسات عمومية كما الديوان الوطني للتطهير زاد اللي عنده شراكات مع الجانب الياباني، وحتى في مدينة أوزاكا لمشاريع متجددة في مجال تحلية المياه وفي مجال معالجة المياه الملوثة. هذا الكل إن شاء الله باش يقع تثمينه من خلال مشاركة تونس في التظاهرة هذه. إكسبو أوزاكا الدولي سينتظم تحت شعار ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات، وتونس اختارت أن يكون فضاؤها تحت عنوان إنقاذ حياة، وهذا يعني تسليط الضوء على مساهمتها لأجل التنمية المستدامة في العالم في المجال العلمي والتكنولوجي. أعتقد أن هذه نقطة القوة لتونس من ضمن عدد آخر من الدول الإفريقية، وهذا سيكون نجاحا كبيرا. سقف الانتظارات سيكون واسعا من مثل هكذا مشاركة في هذا المعرض الكوني وفي ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا تيكا 9 التي تتخلل فعالياته، وستكون بطوكيو خلال شهر أوت من سنة 25 و2000. في تركيز على الشراكة، خاطر احنا تونس عندنا نقطة نجم نقول قوة، اللي هو عندنا شراكة مع بعض المدن اليابانية في تونس، كما بعض الجامعات، بعض هما مش نعتمدوا الاتصالات نتاعنا ووجودنا تواجدنا في اليابان عبر الشراكه هذه مع بعض المدن، باش ندعموا زيارات اليابانيين والاسيويين للبافيون تاع تونس. وهذا بالاستفادة من نقاشات واتفاقات سابقة خلال ندوة طوكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا تيكا 8 التي احتضنتها تونس منذ سنة ونصف، وكانت لها نتائج موصوفة بالإيجابية على النسيج الاقتصادي التونسي ومنها على القطاع الخاص. قريب في مشاريع اللي هي تم إنجازها ومشاريع اللي هي تم إنجازها في آخر 24 أو 25، عندنا قريب 4000 موطن شغل جدد، 4300 ببري، هو باش يكون حافز لتطوير بعض المجالات أخرى. لكن المهم هو مش خاطر احنا ديما نركزوا على مواطن شغل، هو مواطن شغل مش هذاك، ثم قيمة مضافة، ثم تطوير تكنولوجيا، ثم تعاون تبادل وتلاقح ما بين البلدين في ميادين تكنولوجية متقدمة. وسيكون هذا المعرض الكوني الثالث من نوعه الذي تحتضنه اليابان، ويرتقب أن يزوره نحو 28 مليون زائر، منهم حوالي 4 ملايين من خارج اليابان.